موجود بمكاننا الحين زياده، اول قليل. متفقدا مزرعته في منطقه البثنه بالفجيره وقاطفا ثمار شجره البيذام او اللوز، يسترجع الوالد محمد الصفداني ذكرياته الماضي المرتبطه بهذه الشجره على مر الايام والازمنه، اذ لم تخلو منها بيوت ولا مزارع في الامارات ومنطقه الخليج قديما، يقطفون ثمار اصنافها المتعدده مستلذين بمذاقها المتنوع ما بين الحلو والحامض، ويستظلون بظلالها الورفه من اشعه الشمس الحارقه في موسم القيض. فاكهة البيذام او اللوز من الفواكه المحبوبه في دوله الامارات وكذلك في دول الخليج، وهي انواع معروفه الاصفر والاحمر وكذلك الاصفر ومن داخل احمر، ويفرق مرات مثلا التدرج الاخضر يكون من الاخضر الى الاصفر وكذلك الاحمر الى الوردي، وكذلك تفرق في الاحجام. خصوبه التربه وعذوبه الماء يلعب دور يعني في الحجم وفي الطعم، يمكن يتغير الطعم قليل يعني مش كثير، بس يغير كل شيء يغير. وما شاء الله شجره اللوز شجره قويه ومعمره، وعندنا من سنين يعني تستخدم للظل في البيت للزينه لانها تكون على شكل مظله. انتشرت زراعه اللوز في الدوله لتزاحم كثيرا من اشجار الحمضيات والفواكه الصيفيه، نظرا لتكيفها مع البيئه المحليه وتحملها الظروف المناخيه القاسيه، مع انتاجها الوفير من الثمار الذي يعتلي قائمة طلبات المستهلكين. فيما بدأ مزارعون زراعة الأصناف الجيدة منها وأكثرها، خاصة تلك التي تحوي ثمارا كبيرة حلوة المذاق. احنا دائما ندور المميز، المميز من أي ناحية؟ نقول مثلا طعمه حلو، إذا شفنا شيء شجرة طعمها حلو أو الجنبو أو الحجم الثمرة كبير، وكذلك كمية أو سماكة الشحم تكون جيدة يعني نكثر منها. وسابقا ما كان في شيء اسمه تطعيم، يعني ما كانوا اهالينا يعرفوا التطعيم، كانوا يزرعوها من البذره وشو يطلع من صفراء حمراء نوعها يعني على حسب وحظهم. حاليا لا، احنا نبحث خاصه احنا في مشتل وادي دفته نبحث عن الاشجار والفواكه المميزه جميعها وخاصه اللوز لانها محبوبه، اللوز صراحه عليها طلب كثير. موسم يترقبه المزارعون والمستهلكون على حد سواء، يقبل المستهلكون فيه على الشراء بأسعار تتفاوت حسب الجودة والوفرة، في وقت دخلت فيه باستخدامات حديثة كصناعة الآيس كريم التي لاقت رواجا وانتشارا كبيرا. على الرغم من تعدد أنواع الفواكه وأصنافها في الأسواق بهذا الوقت، فإن البيذام اللوز يحظى بإقبال وطلب كبير، وتتسابق الأيادي إلى قطف ثمارها فور نضجها. لنشرة علوم الدار، أحمد الطنيجي، الفجيرة.